السلام عليكم ورحمة الله، أنا المهندس أحمد بي سي، أهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الثانية من دورة البايثون. بهذا الفيديو راح نشرح كيفية تنصيب البايثون. طبعا راح ندخل للموقع الرسمي اللي هو python.org/download، تمام. راح نضغط على تنزيل آخر إصدار موجود عندنا بالشاشة اللي تتباوعها أمامك. طبعا تنزله تنزيل طبيعي، ولا تنسى على حسب نسخة نظام التشغيل اللي عندك 32 أو 64. طبعا بعض الملاحظات المهمة اللي لازم تعرفها، انه اذا شخص تابع هاي الدورة بعد فترة ودخل لهذا الموقع، ما راح تهم اذا لقيت النسخة متغيرة متحدثة بفيرجين احدث، لان بكل الاحوال الكود اللي راح نكتبه راح تقدر تنفذه على كل الاصدارات. اذا تقدر تتابع الدورة وتشتغل بأي فيرجين موجود عندك. فهسه أنا طبعا منزلها عندي اختصارا للوقت، فقط أرجع النسخة. فهذا عندي البايثون. لا تنسى هنا تختار add python 3.6 to py، تمام. هذا شنو؟ حتى يضيفها إلي في الكمبيوتر دربس وأنصبه تنصيب عادي. ننتظر الحين ما يكمل تنصيب. طبعا هسه راح أوقف الفيديو لحد ما يكمل تنصيب. طبعا طريقة التنصيب عادية جدا، راح يبقى يحمل إلى حد ما يخلص، يعني ماكو أي خطوات إضافية لحين ينتهي بالفينش، تمام. ننتظر طبعا يكمل تنصيب. هسه الان خلص التنصيب، نصب عندي بدون مشكله. المفروض اذهب افتح الكوماند ويندوز واكتب البايثون، تمام. فاجي cmd python، تمام. هسه اشتغل عندي بدون مشكله. هسه اذا اكتب 3 أو 4 قراها، اذا البايثون نصب عندي 100%. طبعا لاي سبب من الاسباب، قد تكون حاسبتك الخاصه بها نظام التشغيل قديم، عندما راح تنفذ هذا الامر من خلال كوماند ويندوز ما راح يشتغل. بكل بساطه لا تمسح النسخه ولا تسوي كل شيء، تجي للماي كمبيوتر بروبرتيز، عندي الادفانس سيستم سيتنج، وعندي الانفايرمنت، واجي منه نيو، اكتب بايثون، وهنا اكتب المسار الخاص بي فور اكزامبل على هاي الحاله مثل هذا، تمام. تجي انت وين نصبت، تعطي ابلاي، اوكي، ويجي يشتغل عندك بدون كل مشكله، تمام. اذا احنا هسه حاليا نصبنا البايثون بدون كل مشكله. طبعا الان اريد انصب الاي دي اي، ابرمج به، لان من الصعوبه ابرمج في الكوماند ويندوز، لذلك احتاج الاي دي. راح استخدمه بهاي الدوره الباي جامز. الباي جامز تقدر تنزله اخر اصدار، طبعا هاي منه ايضا الموقع الرسمي راح ارفقه لك، وتنزله حسب نظام التشغيل الخاص بك 32 او 64، كذلك الويندوز كان عندك ماك او لينكس او ويندوز، تمام. وتنصبه تنصيب عادي بدون كل مشكله. فاني هسه ايضا مجهز عندي، فراح انصبه تنصيب عادي. اثنين وثلاثين، طبعا تختار النسخة مالتك. انتظر الحين ما يكمل التنصيب. اذا انتظر يكمل تنصيب، تم التنصيب بدون كل مشكلة. أجي أفتح البرنامج،
فقط على تفعيل برنامج. و connect new project. Tutorial. تمام. أنتي correct. Yes. انتظر بس يسوي الأوبديت. مثل ما تتابع طريقة التنصيب سهلة جدا، بس تابعها وياي شلون تمت بي، شلون نزلناها، شلون اختارينا نظام التشغيل الخاص اللي كان 32 او 64. تمام، بس ننتظره بس يكمل اوبديت حتى نبدي نسوي، يعني نتأكد من انه شغال. تمام. طبعا انا هسه مثل ما تتباهوا على اي دي بسيط جدا، استخدامه بسيط هنا حتى يبدا العمل. دعني اكتب رساله بسيطه واقول له برنت اطبع لي كلمه، هاي الكلمه الفلانيه. فاني طبعا اذا اريد اسوي فد مشروع جديد منه، فايل نيو، واجي على البايثون فايل. تمام، وأعطي اسم، نفرض أني أعطي أحمد. تمام، وأعطي أوكي. صافي، فأنا إيش راح أقول له؟ راح أقول له أطبع لي كلمة أحمد. تمام، إذا نجي على المختصرات افتح قوس، تمام. بس طبعا من الميزات اللي يتميز انه مباشرة يقرأ لك انت شو تريد تكتب، لكن انت مثل ما تتباوع عندي بعد تحديثات، فهسه انا راح اقول له برنت. تمام، اجي اختار هذا البرنت. تمام، اختاريت برنت، اقول له اطبع لي كلمة علي. تمام، اجي اقول له، اقول له ران احمد على نوع البروجكت اللي انا اشتغلت به. مثل ما تتباوع تم التنفيذ. تمام، تم التنفيذ بنجاح، لذلك انا هسه تاكدت
من عمل البرنامج. تمام؟ المتباوع ران مشروع احمد البروجكت و علي، طبعا هاي الكلمة. تمام؟ من خلال هاي المختصرات. هاي فقط اعلمك كيف تنصب البرنامج بصورة صحيحة. لهنا ينتهي الدرس. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.